ناخد ام محمد. ام محمد من هنا، اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنتي حضرتك كلمتك قبل كده وقالت لك على حلم، يعني انا في حلم برضه هي حلمته. اتفضلي. بتقول ان هي حلمت بوالدها لابس لبس ومحبوس محبوس وراحت له وقالت انت محبوس ليش يا بويا كده تعبان ليه؟ راحت خدت له لبس وعطته له. اعطته لبس؟ وعطت له لبس وتدوله عشان يلبسه عشان لبسه كله وسخ اللي هو لابسه، وهو بصحته يعني هو بالشباب يعني ماشي. وهي عايزه تعرف في صيغه، انت حضرتك قلت لها على انها تصلي على سيدنا محمد كتير، ما عرفتش تصلي عشان كان عندها ظروف التصلي. صلت قيام الليل، هي كانت مطلقه، صلت قيام الليل وتصلي على سيدنا محمد. ممكن تقول لنا الصيغه دي يا شيخ بعد؟ حاضر. اولا لما انت تهدي لوالدك لبس، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. واللبس هو الستر، اللبس هو الستر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أناس من أمتي يلبسون قمص، أي جلباب، منها ما يدنو الصدر ومنها ما يعلوه، إلا عمر بن الخطاب جاء بثوب يجتره، فقالوا: ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: الثبات في الدين. هنا واللبس للمرأة إدراك أمن وأمان، وللعروسة ستر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب وللنساء كلهم، شوف ربنا يقول لسيدنا النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إدراكوا الأمن والأمان. واللي مقطر عليه في الرزق استغفر لوالدك ووالدتك وادعو ليهم، ربنا حيوسع عليك في رزقك. شوف ربنا قال إيه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. ذكروا الآباء، وانت لما تقعد تذكر أبوك وأمك انت تترحم عليهم، بيرتفعوا في درجات علا في الجنة بسبب دعائك ليهم. ودعائك لوالدك دليل على صلاحك، ولد صالح يدعو له. والله أعلى وأعلم.